حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيسة المؤتمر. بداية أستاذة دلال، نبارك لكم نجاح المؤتمر، وحبذا لو تقيمين لنا المشاركة الكبيرة التي فاقت 300 مشارك من داخل وخارج المملكة في هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لك، وإحنا نتقدم صراحة من رئيس وأعضاء مجلس الشورى بالشكر الجزيل لسعادة السيد علي الرميحي وزير هيئة شؤون الإعلام حقيقة على هذه التغطية والمتابعة واللي كان لها الأثر الكبير في نجاح المؤتمر. نعم. ونشكركم على التقرير اللي وضع وهو اللي بيّن فيه أثر ومؤشرات نجاح المؤتمر وتحقيقه لأهدافه، خاصة في أن يتعرف المواطن على أسس وركائز يعني العمل التشريعي وظروف التحديات والقدرة على التنفيذ في المرحلة المقبلة. خلصنا العديد من التوصيات حقيقة سمعناها من الصغير والكبير المشاركين معنا. يمكن من الطلب اللي بعد استضفتوهم معاكم في التقرير كانت مبادرات إحنا استفدنا منها كسلطة تشريعية كثيرا في الإسهام في تقليل الإنفاق العام والحفاظ في ذات الوقت على جودة الخدمات وتحقيق الرضا العام للمواطنين. طبعا أهم توصية خرجنا فيها اللي المطالبة باستمرار عقد مثل هذا المؤتمر اللي جاءت حقيقة من المشاركين ذاتهم، وإن شاء الله معالي الرئيس علي بن صالح الصالح أوصى بأن إن شاء الله نستمر في مثل هذه المؤتمرات. خرجنا بتوصية الأولى يعني بذكر التوصيات العامة ذات الأولوية، كان إن ضرورة النظر في البدائل الأفضل لأدوات التمويل العام بما يخفض من العجز العام للدولة، أيضا ضرورة إشراك القطاع الخاص في مجال التنمية والاقتصاد الوطني ودعم سوق العمل، لابد أن يكون لنا مراجعة دورية للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات، وأن يكون أيضا ضرورة مبادرة بتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، وكان لها ربط كبير أن مثل هذه الإجراءات راح تسهم أيضا في خفض الإنفاق بالنسبة للحكومة وتدريب القائمين على تقديم تلك الخدمات للعاملين في القطاع الحكومي. وأيضا كان إحنا الآن الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدم كان في توصية أن لابد أن يتم تقييمها باستمرار وتطويرها وتحديثها وسهولة وصول المواطن للتعامل معها. وأيضا تم التأكيد أن لابد أن يكون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في كافة القطاعات، ويمكن أبرز ما تم أنه بالنسبة لوزارة الصحة وهيئة شؤون المهن الصحية راح الآن فتح المجال التدريب المبكر في المجال الطبي، وهذا شيء يعني كثير تم الإعلان عنه عن أمور في المؤتمر. نشكر فيه حقيقة الوزارات يعني اللي ساهمت معنا من صناع قرار في ومسؤولين في الوزارات خاصة الداخلية والعدل والعمل والإسكان والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التشريع والرأي القانوني وتمكين هيئة سوق العمل وكذلك شؤون الإشغال وشؤون البلديات. حقيقة المسؤولين في تلك الوزارات كانوا جنبا إلى جنب يعني مع المشاركين، يعني أنا مواطن وجالس جنبي مسؤول كبير في الدولة وأسأل وهو يجيبني بكل أريحية. كانت فعلا هذا التقارب كسر كثير من الحواجز، ويمكن كان في سماع مباشر للشكوى والتحدث في كيفية آلية حلها. فالحمد لله إن شاء الله جميعا نجتهد في وضع منظومة تشريعية متقدمة في البحرين تخدم مملكة البحرين ونحقق فعلا الغاية من أن اليوم الأمانة الدستورية علينا كمشرعين في خدمة مصالح الشعب وأيضا في خدمة وطننا مملكة البحرين يتحقق بمثل هذه المؤتمرات. نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى رئيسة المؤتمر، نبارك لكم مرة أخرى نجاح هذا المؤتمر. كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.